رئيس الوزراء الأثيوبي يحاول خداع العالم وخداع مصر بعد انتهاء لقائه مع مبعوث بايدن الخاص. صرح رئيس الوزراء الأثيوبي أنه ليس لديه نية للحرب مع السودان ولن يضر بمصر، وأنه يريد فقط حجز 5% من مياه الأمطار ولابد من الملء الثاني للسد. والسيسي يرد على رئيس وزراء أثيوبيا: لن نقبل بالأمر الواقع. لمزيد من التفاصيل يرجى التكرم بربط الأحزمة، لأننا على وشك الإقلاع في رحلة لمتابعة هذا الفيديو. فأهلا بكم على متن طائرة رمضان أبو العلا. أهلا بكم. صرح رئيس الوزراء الأثيوبي في حديث له أمام البرلمان الأثيوبي بأنه ليس لدى أثيوبيا نية للحرب مع السودان، وأن أثيوبيا لن تضر بمصالح مصر. ثم قال أن كل ما تريد أثيوبيا في هذه المرحلة هو حجز 5% فقط من مياه الأمطار، ولابد أن يتم الملء الثاني حتى لا تخسر أثيوبيا مليار دولار. ولإثبات كذب وخداع ومراوغة رئيس وزراء أثيوبيا الذي يتبع نفس منهج سيده وأستاذه بنيامين نتنياهو، سنثبت أن هذا الرجل كاذب كاذب كاذب، لأنه قال سوف نحجز 5% فقط من مياه الأمطار للملء الثاني. وكذب هذا الرجل لأنه سوف ما سيتم هو أنه سيحجز مياه من نهر النيل وليس من الأمطار، لأنه لو كانت 5% لنثبت كذب هذا الرجل. بالتالي معلوم أن أثيوبيا تستهدف حجز 18 مليار متر مكعب خلف السد بالملء الثاني في يوليو، وقد سبق الملء الأول بحجز 5 مليارات متر مكعب. إذن الملء الثاني يبلغ 13 إلى 13.5 مليار متر مكعب. فإذا كانت 5% من الأمطار تمثل 13.5 مليار، يعني 10% ب 60 مليار، يعني 10% 27 مليار متر مكعب. إذا إيراد النهر 270 مليار متر مكعب، يصل لمصر والسودان 84 مليار متر مكعب. إذا أثيوبيا لها أكثر من 195 مليار متر مكعب من مياه النيل. إذا لماذا الشكوى والضجيج من أن أثيوبيا تريد حصة عادلة؟ إذا كانت أثيوبيا تحصل على ضعفي حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل الأزرق فقط. إذا هذا الرجل كاذب، وهو لن يحجز من مياه الأمطار لكنه سيحجز من مياه نهر النيل. معلوم أنه يسقط على أثيوبيا 950 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا. فإذا كان يريد حجز المياه من الأمطار، لماذا لم يبني السدود بعد الهضبة التي تنزل عليها الأمطار، لكنه يريد حجز مياه نهر النيل الأزرق؟ ومعلوم أيضا أن أثيوبيا لديها أكثر من 12 نهر، منهم أنهار عابرة للحدود، منهم أنهار تعبر حدودهم إلى الصومال وكينيا وجيبوتي وأريتريا، ومنهم أنهار تعبر إلى السودان ومصر. نهر النيل يتكون من 3 أنهار، يعني عندهم بدل النهر 12 نهر. كونه يبني هذا السد على نهر النيل الأزرق لا يدل إلا على نية واحدة، وهي أن يحجز المياه. كلنا نعلم النية السيئة والخبيثة لأثيوبيا.
ونعلم كم التحريض والتبرير بهذا الرجل المسمى أبي أحمد من قبل إسرائيل وأمريكا. هذا الرجل رجل نرجسي يريد أن يحقق حلم أمه بأن يصبح إمبراطور، ولكي يصبح إمبراطورا عليه كسر هيمنة مصر والسودان بحجز المياه ثم معاملة المياه كسلعة تباع وتشترى. فإذا كسر هيمنة مصر والسودان وتحدى مصر أمام كل الدول الإفريقية فسيصبح له نفوذا سياسيا كبيرا، وبالتالي يخطط لغزو غزو واحتلال أريتريا حتى يكون له منفذ على البحر الأحمر، وبذلك تخرج أثيوبيا من كونها دولة حبيسة لا تطل على أي بحار ولا محيطات إلى أن تصبح إمبراطورية أثيوبيا في أفريقيا. ولكن هذا الحلم يقف أمامه عقبة وحيدة وهي مصر، ولكي يستطيع أن يتغلب على مصر يساومها بملف المياه. طبعا هذا الفكر ليس وليد اللحظة، هذا الفكر يرجع إلى عقود عديدة وإلى أزمنة بعيدة. الأثيوبيين يكرهون مصر كرها بالغا، إنهم يدرسون في مناهج التعليم للأطفال أن مصر دولة مستعمرة، وإن مصر هي السبب في فقرهم، وإن مصر هي التي تقف في طريق التنمية والرفاهية للشعب الأثيوبي. الحقد ينتشر ما بين غالبية الأثيوبيين وخاصة الأمهرة، فمنهم من يحقد على مصر ويتهم مصر أنها تزرع الأرز. أنتم تزرعون الأرز وتستهلكون كميات من المياه كبيرة جدا. يا أخي طيب ما لك وما للأرز؟ نحن نزرع أرزا، نزرع قمحا، نحن نستخدم حصتنا من المياه 55.5 مليار متر مكعب، فنستغلهم كيفما نشاء. إنهم لديهم أكثر من 950 مليار متر مكعب في أثيوبيا من الأمطار، وأكثر من 50 مليار متر مكعب من النيل، يعني 1000 مليار متر مكعب مياه. الأثيوبيين الذين يحقدون على مصر ويقولون أن مصر تتصدر المراتب الأولى في تصدير الحاصلات الزراعية مثل الموالح والبرتقال والفراولة والقطن، وأثيوبيا لا تجد ما تصدره. الأثيوبيين يزرعون 50 مليون فدان تستهلك من 150 مليار متر مكعب مياه. الأثيوبيين لديهم مراعي وغابات تستهلك 150 مليار متر مكعب من المياه. الأثيوبيين لديهم ثروة حيوانية من الماشية تقدر بتعداد سكانهم. هذه الماشية تستهلك سنويا 100 مليار متر مكعب من المياه. يعني الأثيوبيين فقط بيستهلكوا من المياه لزراعة 50 مليون فدان 150 مليار متر مكعب، والمراعي والغابات 150 مليار متر مكعب، ادي 300 مليار متر مكعب، ثم 100 مليار متر مكعب من المياه تستهلكها الماشيه البالغه اكثر من 100 مليون راس، ادي 400 مليار متر مكعب سنويا تستهلكهم اثيوبيا، بالاضافه الى الباقي من مخزون المياه. 400 مليار متر مكعب من المياه تستهلكهم الدوله الخبيثه الحاقده سنويا، وتطالب بحصة عادلة من المياه. أي حصة عادلة من المياه؟ مصر لا يصل إلا 55.5 مليار متر مكعب، وأنتم تستهلكون فقط مما لديكم من المياه 400 مليار متر مكعب، يعني 8 أضعاف حصة مصر. النية ليست في توليد كهرباء ولا تنمية ولا نيلة ولا بلا أزرق. النية واضحة، تحريض القوى الكارهة لمصر أمريكا وإسرائيل، وخصوصا إسرائيل الكيان الصهيوني الإسرائيلي الذين
الذي وقعنا معه اتفاقية سلام، ولكنه خبيث دنيء نفس الدناءة والخبث للأثيوبيين، نفس الدناءة والخبث للأثيوبيين. موقع معنا اتفاقية سلام لكنه يعمل في الخفاء كل ما يمكنه من إضعاف مصر، كل ما يمكنه من تجنب خطر مصر، لأنه يعلم جيدا أن نهايته وإبادته سوف تكون على أيدي مصر والمصريين وعلى أيدي الجيش المصري. لكن مصر واعية، ومصر تعلم كل هذا، ومصر تعلم تحريض إسرائيل لأثيوبيا، ومصر تعلم أن هذا الرجل الذي يقود أثيوبيا المدعو أم أحمد مغرر به، ولكن هذا التحريض والتغرير لقى هوى في نفسه، لأنه سوف يحقق له حلم أمه بأن يصبح إمبراطورا، وفي سبيل ذلك ممكن أن يضيع الشعب الأثيوبي. فهذا الرجل المدعو أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا قال أمام العالم كله أنه مستعد لتوقيع اتفاقية غدا مع مصر والسودان. وها هي الإمارات العربية الشقيقة وساطة بين الدول الثلاث، ومصر على لسان رئيسها ووزير خارجيتها لا يمانع في التفاوض. فلنرى ماذا يخبئ هذا الرجل الخبيث في جعبته. سنعود للتفاوض، ولكن ما زالت فترة الخط الأحمر مستمرة. يوم 15 إبريل إما أن نتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن لمصر والسودان حقهما التاريخي في الماء ولا يضر بهما، وإما يواجه هذا الرجل بالقوة العسكرية. فما فائدة الجيوش وما فائدة الطائرات والمدافع والصواريخ والدبابات إن لم تكن تحافظ على حقوق الشعب المصري؟ فهذا الرجل الخبيث دائما ما يراوغ وما يماطل ويسوف للوصول إلى الملء الثاني. كل ما يريده هذا الرجل هو الوصول للملء الثاني، وأن يصبح سد النهضة أمرا واقع ولا يمكن ضربه. سيصبح سد النهضة بذاته سلاحا ضد مصر والسودان، ولا يمكن تفجيره لأنه قد يغرق السودان بكامله. فعلى هذا الرجل أن يعلم أن لديه حتى 15 إبريل إما الوصول لاتفاق قانوني ملزم يضمن لمصر والسودان حقهما، وإما سيفرض عليه الحل من وجهة نظر مصر والسودان بالقوة العسكرية. هو يظن أن الدول الكبرى خاصة أمريكا ستدعمه وأنها ستقف معه، ولكننا سنقوم بضرب السد رغما عن أنف أمريكا وأي قوة في العالم. أمريكا التي تحرضه وتساعده على التسويف والمراوغة، أمريكا التي بعث رئيسها مبعوثا شخصيا لمناقشة ملف الحدود بين أثيوبيا والسودان وملف سد النهضة، رفعت العقوبات. أمريكا التي قام رئيسها برفع العقوبات عن أثيوبيا بعد أن فرضها سابقه ترامب. أمريكا التي تهاجم مصر بملف حقوق الإنسان وتحرض المؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة مصر في ملف حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تغمض عينيها وآذانها عن جرائم الحروب والتطهير العرقي التي تحدث في التجري واغتصاب النساء وهدم البيوت وتهجير سكان تجري. كل هذه المذابح والجرائم تحدث من الجيش الأثيوبي والجيش الأريتري أمام أنظار العالم، ولكن أمريكا تغمض عينيها هي والدول الكبرى والواحد وثلاثين دولة الذين وقعوا على وثيقة إدانة مصر في ملف حقوق الإنسان. أمريكا التي تهاجم الجيش المصري وتمنع عنه السلاح وتهدده بقانون كاتسا إذا اشترى الطائرات السخوي 35 التي تمنح مصر السيادة الجوية وترعب حليفتها وربيبتها إسرائيل. ولكن مصر تشتري متى تشاء ما تشاء وكيف تشاء، وسنشتري الطائرات، والطائرات وصل منها دفعة في مصر.
أمريكا تهدد مصر بقانون كاتسا وعقوبات إذا اشترت السلاح. كاتسا ذات بلو تشربه ميته، كاتسا أمريكا تبلو وتشرب ميته. فنحن نعلم الأغراض الخبيثة والدنيئة والحقد الدفين لدى بايدن ولدى إسرائيل، وإنهما وراء تحريض الأثيوبي هما وكل القوى الكارهة لمصر. فإن غدا لنظيره لقريب، إما أن يحترم هذا الرجل اتفاق المبادئ ولا يخرج عنه، وأن يوقع قبل الملء باتفاقية قانونية ملزمة تضمن حقوق مصر والسودان، وإما سنقوم بضرب السد ويصبح أثرا بعد عين يراه الشعب الأثيوبي الحاقد على مصر ويبكي عليه. التنمية، كلنا مع التنمية. إن مصر وشعبها إن شعب مصر شعب مسالم ولا يعتدي ولا يحب الاعتداء، ولكن إذا اعتدى علينا أحد فإنه سيرى من مصر وجها لم يعتده. فإما أن تكون العلاقة بين الجيران علاقة تنمية وتعاون ومساعدة، إما أن تكون العلاقة بيننا وبينكم علاقة تنمية وتعاون بين الشعوب لتحقيق المصالح المشتركة وتحقيق رفاهية الشعوب، وإما إن جرتم علينا وإن فكرتم في الاستيلاء على حقوقنا فسوف ندافع عن حقنا بكل ما أوتينا من قوة، وسوف تندمون ولن يقف معكم أحد، وستكتشفوا في النهاية كم غرر بكم، لأن العالم لا يحترم إلا القوة. حمد الله وقوة، ومصر بحمد الله دولة قوية لا تعول على أحد ولا تنتظر وساطة أحد ولا تأخذ إذن أحد. حينما يتعلق الأمر بمصالحها سوف تقوم بما تراه يلزم لحماية الحقوق وردع الأعداء. وأخيرا، نتمنى للمرة المليون أن تثوب أثيوبيا إلى رشدها، وأن تتعامل مع مصر والسودان معاملة الجيران، يكون نهر النيل نهر يجمعنا على التعاون المشترك، وألا يكون سببا في التفرقة وفي الحروب وفي الكراهية. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه على مصر ويجعلها سخاء رخاء، وألا يكشف عنا غطاء ستره أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.